نشوف رسالة واضحة من الجميع، لا وجود لتأجيل الانتخابات. ليش؟ كل القوى السياسية ولغاية آخر اجتماع قبل يومين الكل تؤكد إذا لم تجري الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد فلن تجرى. لن تجرى؟ لن تجرى يا أخي، هذا موعد مو مقدس، يعني بالإمكان أقدم شوي، أسوي شهر اثنين شهر ثلاثة، إذا كان في إجراءها ثمت مشكلة. هسه التمنيات واحد وأمر الواقع واحد. الأمر الواقع شو يقول؟ الأمر الواقع يقول المفوضية مكملة كل إجراءاتها زين وماشي باتجاه بروسيجر معين، واحد اثنين ثلاثة راح يوصل يوم 10/10 الانتخابات جاهزة. دول الجوار مع إجراء الانتخابات، الدول الإقليمية مع إجراء الانتخابات، والتحالف الدولي مع إجراء الانتخابات، والأمم المتحدة تؤكد على إجراء الانتخابات. القوى السياسية الداخلية مهتمة في إجراء الانتخابات في وقتها المبكر. ليش التأجيل؟ قد تنتج شيء جديد، قد ننتج حكومة أفضل. يجيك واحد يقول لك الـ 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 الأرضية غير مهيئة لإجراء الانتخابات، مثل ما قال لنا الأخ النائب عن التيار الصدري المسعودي، ويقول إنه التزوير وصل إلى مراحل مريعة، ووصل سعر المقعد 7 مليار دينار، يعني حوالي 5 مليون دولار، إضافة إلى وجود السلاح المنفلت ووجود معرف إيش مساحات للتزوير وغير ذلك، وهاي الانتخابات مفصلية، إذا ما صار بها مشكلة ممكن العراق يوقع بأزمة. مع احترامي اللي يشوف نفسه ينباع وينشر، خلي يدور له شو اسمه، يعني هذا الطرح يعني رخيص، يعني أنا أشوفه هذا الطرح مو جميل. الطرح رخيص لكن يعني أول نقطة. النقطة الثانية، الانتخابات يعني مهيئة لها الظروف، على الدولة توفير الأمن والحد من السلاح المنفلت. الجانب الآخر، شنو المانع من إجراءها؟ وأنا راح أقول لك الأسلوب رخيص، لكن هل غلقت أبواب الرشا والفساد والتزوير في الانتخابات الجاية؟ يعني ما راح نلقى أو نشهد نوع من التزوير يصعد فلان على حساب فلان، وهذا صار بكل الانتخابات السابقة. هسه الانتخابات العراقية والانتخابات الأمريكية، يعني أنه تقول ما راح يصير تزوير أو لعب معين، ها مستحيل. كل انتخابات بالعالم، أنزه انتخابات يقال إنها الانتخابات الرئاسة الأمريكية، وإجا ترامب طعن بيها وسوى مثل ما سوى القوى السياسية، سوى أزمة، دخل البرلمان ودخل ما أدري إيش. إذن موضوع ليش القانون بأمريكا ما مطبق، ماكو أجهزة رقابية، ماكو كل شيء موجود، لكن إذا كانت هناك إرادة للتزوير حتما قسم من القوى السياسية راح تعمل للتزوير. وهذا سؤالي مرة ثانية أعيده، إحنا عندنا مشكلة إنه هاي الانتخابات تختلف عن 18 و14. نعم. العراق في أزمة، وأصلا إحنا رحنا للانتخابات المبكرة حتى نحل أزمة. إذا المحتجين قاعدين، الناس هادئة شوية زين، حتى تنتظر الانتخابات إيش راح تفضي. إذا زورنا راح يرجع زيد وعبيد وجرار الخيط، إذا سامع بهذا المثل. وبالتالي الناس راح يزيد إحباطها ويزيد يأسها، وترجع تنزل للشارع وجيب ليل وأخذ عتابة. أي مشكلة؟ إحنا من 2006 إلى غاية الآن الظروف غير جيدة بالعراق، والظروف استثنائية، وهناك مشاكل أمنية وغيرها، ولم تكن هناك أجواء مناسبة للانتخابات. مستعد بصراحة، مستعد القوى السياسية الرئيسة مستعدة أن تذهب إلى الانتخابات المقبلة من دون التيار الصدري؟ التيار الصدري يسوي لكم مشاكل، التيار الصدري يطلع لكم مظاهرات، مو شغلة بسيطة وسهلة. هذا قرارهم، إذا منو يقول ما يرجعون للعمل السياسي؟ هو ممكن يرجعون؟ يعني المؤشرات ايش تقول برأيك؟ قناعتي المؤشرات تقول التيار الصدري قادمين وسيشاركون في الانتخابات. فيما لو لم يشتركوا؟ سيشاركون. أنت مصر.